زعم بعد التكفيريين أن أبا حنيفة لو في عصرنا كان يعتبر خارجيا، فما صح هذا القول؟ هذا قول باطل، وأبو حنيفة ينطبق عليه قول عز وجل تلك أمة قد حلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم، جزاك الله خير شيخنا. لا 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 يجوز أن يشق، لا يجوز. نعم. إن كان لا يتبع رحمه الله في أخطائه وهو إمام مجتهد. نعم. أخطأ وأخطأ. نعم. هل هو كان يعني هل هو كان يتحدث في خروجه أو شيء؟ لأن أنا ما طلعت لا لا يعني أخطأ أهل العلم أخذوا عليه كتاب الانتقاد. ورجاء الفقهاء. وكان يعني كان الله وعند تعظيم السنة، يعني أنا ما أخذ عليها. نعم. جزاك الله خير شيخنا.